الحد الأدنى والحد مين؟ الحد الأقصى برافو والربع شطورة، الأول والربع الثالث. برافو. أسأل بس كده كام سؤال. الوسيط بنجيبه بإيه؟ بنرتب الأرقام بس كده نجيب اللي في النص. طب لو سألتك سؤال كده، الوسيط يتجاب بمدرج ولا أعمدة ولا مخطط صندوق؟ مخطط صندوق برافو عليك. طب لو قلتلك الفترات، المدرج طيب الأعمدة بتوضح ايه؟ بيانات ايه؟ الأعمدة البيانات بتاعتها بتكون مالها؟ عددية ماضية ومالها، موضحة وبالظبط، بتبقى موضحة، بيانات موضحة فوق الخط، بتبقى بيانات موضحة فوق الايه؟ والخط. خلاص كده. طب نراجع كده على الوسيط. هو انا عايزة الوسيط الوسيط هيبقى أربعة. أربعة. طيب لو عايزين الوسيط، خمسة ستة تمانية تسعة يبقى الخمسة ستة والتمانية ماشي، نعمل فيهم ايه؟ هيبقى الوسيط سبعة. سبعة. 7. برافو عليك، 7. عايزة هنا الوسيط. معلش يا مس اشتري البتاع ده عشان اعرف اشوفه. ثانية انا كنت بس هكبر لك الشاشة خالص. تمام. عايزة هنا الوسيط. هتبقى تلاتة أربعة وخمسة. معلش يا مس ممكن تكتبهم عشان انا عارفه. ممكن 3، 4، 5، وفي 7 و8. تمانية ثلاثة أربعة خمسة. خمسة هنا هنا بسيط، 5. برافو. طب لو عايزة ترتيبه، التالت برافو عليك. أنا عايزة هنا بقى ترتيب الوسيط، مش عايزة الوسيط نفسه. والتالت التالت. برافو. طب لو ترتيب الوسيط هو الرابع والخامس، عايزة عدد القيم. الرابع والخامس اه، بعد كده يبقى قبله كام وبعده كام؟ الرابع والخامس يبقى قبله ثلاثة وبعده؟ ثلاثة طب وهما؟ من برافو عليكي، شطورة، شاطر. طب أنا عايزة هنا الوسيط، ممكن تجيلي حاجة زي كده؟ اه ممكن، يعني تعالي الأول نرتبهم. مين هترتب الأول؟ ألف زائد 3 وألف زائد 2 وألف زائد 4، مين الأولاني؟ 2 زائد ألف وبعد كده ثلاثة زائد ألف وبعد كده 4 زائد ألف. طب يبقى مين الوسيط فيهم؟ 3 زائد ألف طب يبقى المفروض 3 زائد ألف يطلع ب 8، يبقى ألف هنا تبقى بكام؟ خمس. برافو عليك، شطور، ممتازة، شطر. إذا كان ترتيب الوسيط هو الخامس، يبقى عدد القيم الخامس، يبقى قبله كام وبعده كام؟ أربعة وأربعة ماشي، يبقوا كام كلهم؟ تسعة. 9. برافو. انتي عارفة بقى غلطك في الامتحان كان ايه يا ربينا؟ كان إيه؟ القسمة. فأنا النهاردة هراجع على القسمة المطولة. يعني انتي لما بتيجي تجيبي الوصف الحسابي مجموعهم على عددهم، صح؟ أيوه جمعتي وقسمتي على العدد، الرقم طلع غلط. انتي غلطانة في 3 سؤال، 3 أسئلة. طب الوسيط هنا، تعالي نرتب الأول. 1 زائد 4 زائد س، 1 زائد س، وخمسة زائد س.
مين اللي هيبقى مين هنا الوسيط؟ هتبقى 4 زائد 2 طب يبقى سين هتبقى بكام؟ 3. 3. برافو. ده وسيط صح؟ يبقى احنا كده حلينا الوسيط، والمرة اللي فاتت حلينا على المنوال والوسط. طب آخر حاجة بقى المدى، المدى اللي خدناه الحصة اللي فاتت قلنا المدى بيساوي ايه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. المدى الأول نقط، أول نقط هتقولي كام ناقص كام؟ 1 ناقص 20 19. ماشي، اسمها 20 ناقص 1. 20 ناقص 1. المدى ثلاثة وثلاثين ناقص ثلاثة يبقى 30. 30، اشوف انا 3 يبقى 30. برافو عليك. والآخرة هتبقى 1. ناخد كده المدى صح كده؟ أيوة. يبقى ايه مقاييس النزعة المركزية؟ قولهم لي كده بالترتيب. المدى والمنوال وال كان اسمها ايه، لحظة واحدة، مدى، منوال، وايه تاني؟ المنوال وسط ايه؟ والوسط الحسابي والوسيط، الوسيط. يجي يقول لك مجموع القيم مقسوم على عددها، ده قانون ايه؟ وسط الحساب. ماشي. السؤال اللي بعده، القيمة الأكثر شيوعا هو؟ المنوال برافو. حدد نوع المقياس، لا تحتوي مجموعة البيانات قيم متطرفة. الوسيط الوسيط. بصي، مجموعة البيانات ما فيهاش قيم متطرفة، احنا هنا بنجيب الوسط الحسابي، لو ما فيش قيمة قلنا مين اللي بيتأثر؟ فاكرة لما قلنا مين اللي بيتأثر؟ الوسط الحسابي خلاص كده؟ يبقى مين اللي بيتأثر أكتر بالقيم المتطرفة؟ الوسط طيب، هنا تحتوي مجموعة البيانات قيم متطرفة بس لا توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات، الحتة دي أنا حاسة هي اللي واقعة منك صح؟ نشرح بتاعت تاني ال القيم المتطرفة؟ أيوة. تمام، هتختاري هنا ايه ونشوف انت فاهماه ولا لا. لا توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات. متوسط، الايه؟ متوسط الحسابي متأكدة؟ بص، بالوسيط. امتى بشتغل بالوسط الحسابي؟ لما بلاقي الأرقام متباعدة أوي، يعني رقم كبير ورقم صغير ورقم بعيد وأرقام كتير أو في فجوات كتير ما بينهم. طب امتى بشتغل بالوسيط؟ لما بتكون الفجوات ما بينهم حاجات بسيطة، حاجات ايه؟ بسيط. طيب تعالي دلوقتي نطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده ونشوف أول حاجة بس الأخطاء بتاعتنا، احنا غلطنا في الامتحان ده كذا غلطة، احنا غلطنا 7 أخطاء صح كده؟ يعني أشوف بس الشغل راح فين. أول حاجة غلطنا فيها هي القسم المطور، احنا بنعرف نقسم، نعرف نعمل كل حاجة بس بنقسم بسرعة، وده اللي أنا قلت لك عليه، قلت لك لما تيجي تقسمي أو تشتغلي نقسم واحدة واحدة. نقسم إيه؟ واحدة واحدة. خدي وقتك في المسألة، يعني أنا هخليكي تحلي هو المسألة اللي أنت عاملاها غلط، معاكي النوت بوك بتاعتك؟ لا زحمة بك. ماشي، وهاتي قلم عشان النهاردة هنشتغل بإيدينا كتير. تمام. الو،
ثانية بس بتاع بس انا جايبه لك مسائل اسم قد ايه عشان تعرفي ان انا بحبك. شفتي قد ايه؟ بس تعالي قبل ما نقسم ونراجع على الوحدة الأولى. بصي أنا جبت الامتحان بتاعك أهو معايا أهو، ده الامتحان. أول واحدة غلط، ليه بقى؟ هو طلب مني مين؟ الوسط، الوسط وسط الحساب الحساب بيساوي إيه؟ مجموعهم على عددهم. طب تعالي كده نجمع واحدة واحدة أهو، هنشد خط وهنجمع. نجمع كام أول رقم؟ 15 زائد 13 زائد 16، بتكتبي معايا؟ أيوة. زائد 23 زائد 18، كل ده على الكام؟ لحظة، كل ده على الكام؟ واحد اثنين ثلاثة خمسة. كل ده على الخمس. وتيك لما نيجي نجمع، مش عارفين نجمع، نجمع كل رقمين مع ايه؟ مع بعض عشان ما نتلخبطش. 15 زائد 13 الاول كام؟ 8 وايه؟ 22. 28. طب ونجمع 16 زائد 23 مثلا. 16 زائد 23 39. 39. 39. برافو عليك. هو محط عليهم ال 18 الأخير. لما نيجي نجمع ناخد أحد مع بعض، يعني هناخد كام؟ 8 و9. 8 و9. سبعتاشر. 8 و9 سبعتاشر 17. حطي عليهم 8 يبقى كام؟ 24. 4. لا مش 24، 25. 5. ومعاكي ليه؟ ومعنا الاثنين. اتنين واتنين 4. 4 و3. 7. 7 و1 تمام. يبقى 85. طب تعالي نقسم كده 85 على 5. يلا نقسم بالراحة. فيها الكام؟ ناخد أول رقم 8 على 5، قلنا 1 عشان 1 في 5 بكام؟ واحد في خمسة، خمسة. لا ما ينفعش أعمل كده، أنا هاخد الرقمين إيه؟ ناخد الرقم ايه؟ 85. أي أقرب حاجة ليها. 85. في عندنا خلاص تعالي نمشيها واحدة واحدة. أنا كنت هخليكي تجيبيه على طول، نزلنا الواحد وننزل الخمسة، هخليكي تجيبيه على طول. يلا نطرح 8، تشيلي منهم كام؟ نشتري منهم 5 3. 3. وننزل مين؟ الخمسة بقت كام؟ 35. 5 في كام ب 35؟ 5 في 7. بس ليه بقى كنت يبقى 17؟ ليه بقى كنت عاملاه 16؟ كنت جامعة غلط ولا كنت عاملة ايه؟ هو انت لما بتحلي الأسئلة دي بتحليها في كشكول ولا بتحليها هنا في الكتاب؟ هلا الكشكول. هي بتجيبي كشكول وبتكتبيها صح؟ طب ما احنا عملناها وانت اللي عملتيها. تعالي هاتي السؤال رقم 5، اقري كده السؤال اذا كان الايه؟ منوال لمجموع البيانات 8 وإيه؟ 22. 30. 30 و32 و21 و28 و29 وإيه؟ و29. هو كام؟ المفروض بيقولك هو كام؟ 28. يعني المفروض اللي بيتكرر 28. هو عايز إيه اللي جوه دي؟ يبقى أنت تختاري إيه مين؟ 29 ولا 28؟ فهمت. أنا ما كنتش فاهمة البتاع كويس. عشان كده بصي بصي السؤال ده لما اجي اقول لك ايه 3 5
ثلاثة وإيه؟ هو المفروض ثلاثة، المفروض كام؟ نقول ثلاثة. طب أنا عايزة إيه؟ يبقى المفروض الرقم اللي بيتكرر مين؟ ثلاثة. بس يبقى الإيه هنا تبقى بتساوي ثلاثة. خلاص كده؟ فهمتيها؟ تمام. يبقى أنا المنوال لما أجي أختار المنوال بختار هو الرقم اللي هو جايبه لي أصلا. يبقى إيه هتبقى برضو بكام؟ ب 28. الباقي كله صح برضو، اللي غلط عندنا الوسط الحسابي اللي هي القسمة. انا بقول لك كل الاخطاء عندنا الوسط الحسابي. تعالي كده بيقول لك ايه حصل بس على اول 3 اختبارات في مادة الرياضيات، هو الرقم هنا كام بقى؟ أربعة وخمسين استنى اتاكد منه ان هو 54. استنى ثانية واحدة. تمام طب في كشكولك اكتبي 80، ثمانين 88، زائد 88 زائد 84. تمام خلاص يلا نجمع. هو عايز هنا ايه؟ نوصل الحساب الوسط الحسابي مجموعهم على ايه؟ على عدد طيب يبقى نجمع 80 زائد 88، اهو 80 زائد 88 زائد 84. تعالي نجمع احد وعشرات الاول، يعني 4 و8 أربعة وثمانية اتناشر منه معانا الواحد اتنين ومعايا الواحد، واحد على الثمانية واحد على ثمانية تسعة 9، 9 و8 تسعة وثمانية تبقى 17 17 و8 25 25 اهي، 25 اهي. المفروض نقسمها على كام بقى؟ كام رقم دول؟ نقسمها على الثلاثة طب تعالي نقسم كده على الثلاثة، بذمتك الرقم ده على الثلاثة يديني 8. مش كاتبة هنا 8 صح؟ صح؟ اي سلام والله ما انا فاكره المكتب ازاي 8؟ يعني بالعقل يعني 252 على 3 يديني 8؟ يعني 3 في 8 اصلا ب 24، ازاي؟ تعالي كده نقسم قسمة مطولة اهي، انت اللي هتقوليها برضو. ادي 2 5 2 على 3. ناخد اول رقم، ينفع اخد الاتنين؟ لا عشان ما فيش اقل من 3. يلا هتضربي في الكام؟ هتاخدي ايه؟ هناخد 25 ماشي قول. تبقى 3 في 6 ب 18 تبقى 6 في 18 ثلاثة في ستة ولا ثلاثة أيوة في بقى سبعة؟ 6 في 6 طب ليه؟ طب ما في ثلاثة في سبعة واحد، 3 في 7 في 21 وفي ثلاثة في تمانية ب 24، يعني ممكن ناخد التمانية أصح بقى. ممكن ناخد التمانية، تمام ثلاثة في تمانية بأربعة التمانية وعشرين. بأربعة وستين تعالي نطرح 5 من الأربعة الواحد والاتنين تنزل، بقت 12. 3 في كام ب 12؟ ثلاثة في أربعة بس يبقى 84. انت عاملاها 8 بقى، مش عارفة ليه 8. والسؤال اللي بعده وسيط غلط، ليه وسيط غلط؟ رتبي لي كده الأرقام، يعني الوسيط ده سهل، انت جايبة 18 ونص، مش عارفة ليه. رتبي كده أصغر رقم كام عندنا؟ 13 ماشي يلا اكتبي 13 اهو، بعد ال 13 15 15، بعد ال 15 17 17 17 17، بعد كده 20 20 21 21 23 23. يلا مين هنا؟
تعالي، احنا قلنا الاول مع الاخير صح؟ 14 ايه 17 اهو، امال انت عامله 18 ونص، جايبها منين 18 ونص؟ جايبه الرقم ده منين اصلا؟ عرفنا كده. تمام. تعالي الصفحه اللي بعدها، ما كانش فيه اخطاء كتير، يعني السؤال الاخير كله صح. السؤال هنا بس هو كان دلوقتي هنا، مش عارفة انت هتشوفيها ولا لا، عشان انا كاتبة كتير مش هاخدها كتير. في رسمة في الرسمة دي، وهنا القيمة المتطرفة المفروض عند 12 صح كده؟ 12 أكبر من الأرقام دي ولا أقل؟ طب أكبر، يبقى بيزيد ولا بيقل؟ لا يا مس، ما كانش عند ال 12، كانت عند والله الخمسة. والله كانت عند ال 12، والله عند ال 12 في نقطة، بقولك والله. هبعتها لك تاني على الواتساب، ازاي؟ فاتحة الموبايل، يبقى ازاي؟ فاتحة الموبايل. طيب لا لا، معاكي يعني الموبايل بتاعك؟ مش معايا دلوقتي، ممكن اروح اجيبه واجي. روح بس هاتيه، انا عايزة هعلمك. برضه افتح اللاب على ال على ماشي اهو، التليفون. علمتلك عليها اهي، وهتلاقي ان ال 12 معمول عليه. حتى لو الخمسة تبقى أكبر منهم، يبقى يزيد ولا يقل؟ لما القيمة المتطرفة تبقى أكبر، يبقى يزيد ولا يقل؟ هيبقى يزيد برضه. طب انتي عاملاها كل اللي اهي، بعتها لك اهي على الواتساب، يبقى المفروض هنا يزداد. الحمد لله. لا شفتيها؟ أيوة. بصي بقى، عشان تعرفي ان انتي مش مركزة وانتي بتحلي، المدى بتغلطي فيه، هو المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر ايه؟ كويس. طب اتراحي، مين أكبر قيمة دول؟ أكبر قيمة 81. 81. أشيل منها كام؟ ناقص 63. طب اتراحي لي كده، قولي لي الناتج هيبقى كام؟ كام؟ لحظة واحدة. تمنتاشر. بصي انت كاتباها كام بقى؟ انت كاتباها كام؟ 22. ليه بقى جبتي لي ال 22 دي منين؟ انا كل ما كنت اكتب رقم كان يروح متشال تاني، يروح منسوخ تاني. طب اقول لك على فكرة حلوة، حلي الاختيارات بس كده من هنا، وعايزة تكتبي الأسئلة التانية دي في ورقة، اكتبيها وابعتيها في ورقة عادي. خلاص اتفقنا؟ ماشي. انا كده كده جايبه لك امتحان على الستة والسبعة، تمام؟ جايبه لك على القسمة وعلى الوحدة الاولى نرجع، جايبه برضه امتحان شامل، شامل كله بقى. عايزه نمتحن النهارده امتحان شامل؟ ماشي. عايزه نمتحن على الستة والسبعة بس؟ ماشي. تعالي الاول نقسم بس، نرجع كده على القسمة، عشان انت القسمة تتلخبطي فيها كتير. يلا اول سؤال بيقول لك كام، 1500 على كام؟ الثلاثة. طب نقسم ازاي؟ اهو عادي، نقسم اهو على التلاتة، دي 1500 فيها الكام؟ ألف وخمسمية يبقى 15 تلاتة في خمسة. ماشي، يبقى 5 وزير 15، بقى صفرين، هتعملي فيهم ايه؟ نحط هنطلعهم فوق. بس كده خلاص خلص، يبقى الناتج كام؟ خمسمية. بس عايز باقي قسم 72 على 7، ادي 72 ايه اقرب حاجة في جدول 7؟ 7 في كام؟ يديكي رقم قريب من 72. 72 على 7. السبعين. 70 يبقى 7 في 10 صح؟ 70 يبقى الباقي كام؟ هو عايز الباقي بس، اثنين. 2. لما يجي سؤال يقولك وزعت جمعية، كلمة وزعت دي يعني كده ضرب ولا قسمة؟
اسمي يبقى تختار رقم ايه؟ بس ب. خلاص كده اسم. طب اللي بعده يلا نقسم، ادي 2 7 5 على 5. لما تيجي تقسمي اقسمي خطوة خطوة، هتقسمي اول حاجة الاتنين مش هتنفع، هتاخدي مين؟ ال27 ناخد 27 كلها. على 5 تبقى ممكن ناخد 25. ماشي، برافو عليك، يبقى 5 في 5 في 25، إيه تبقى 5 يبقى و 2 ونزل 5 تبقى 25 تاني تبقى 5. يبقى 25 تاني، يبقى نحط كده فوق خمسة كام؟ وخمسين برافو عليك، 55. طب في المسألة دي مين هنا المقسوم عليه؟ المقسوم عليه اللي هو 78. برافو عليك، ده خارج القسم وده الباقي، ماشي؟ وده تمام. المقسوم. يريد شخص توزيع 6250 على 75 من 25 فقير، العملية الحسابية المناسبة ايه هي؟ توزيع القسم توزيع، يبقى القسمة. تعالي كده نقسمها. طيب، ماشي لازم 6250 على 25، يبقى كده هنكتب جدول مين؟ مش عارف اكتب كده 25. ايوه كده نكتب جدول 25. يلا ناخد اول رقمين. لحظة نرسم الجدول. ماشي، مش لازم تعمليه كله يعني. نعم انا عشان ابقى عارفة ان انا مش عارفة. ماشي، اعملي لغاية 5 6، ما لقيتيش تومي مكملة، فاهمة؟ الله ماشي الله. يلا نبدأ. طب لحظة بس اما اعمل الاربعة حتى ماشي، اعملي 6 لغاية 5. تمام، يلا بينا ناخد أول رقمين اللي هما 62. مين أقرب رقم ليهم؟ أقرب رقم 62 50 اللي هي 2. ماشي، 50 ليا 2. بعد كده يلا نطرح 2 من 0، 2 وستة من اتنين 6 من 5 1 وننزل ونا 5 125 يبقى مية بتاعت خمسة وعشرين 5. يبقى 5، وادي 125، 0 0. طب في هنا 0، نعمل فيه ايه؟ تلافو تبقى 250. يبقى 250. ما احنا حلوين اهو في الاسم، امال ايه اللي بيحصل؟ 7000 على 7 فيها الكام؟ كان مين؟ 100؟ لا مش 100، تستنى نزلي الاسفار كلها. ننزل الأصفار كلها 3 أصفار حط واحد جنبه 1000. ايوه كده، خلاص كده. يبقى لما بيبقى فيه صفار بتشوفي الاول الناحيه التانية فيها صفار ولا مفيش، خلاص يبقى بننزل ايه كله. ماشي،
يا طب لو في الناحية التانية بتصفر هناخده برضو معاه؟ بصي، بنحذف الأول الأصفار اللي موجودة مع بعض، يعني في هنا صفر وفي هنا صفر، نشيلهم الأول مع بعض وبعدين نقسم، فاهمة؟ يعني هيبقى يعني لو في أصفار متكررة نحذفها الأول، يعني مثلا لو قلت لك كمين فيها الكام؟ اللي بعدها تبقى بمية، إيه؟ اللي بعدها تبقى بمية. لا مش 100، عشان 8 على 2 فيها، مش فيها الواحد، 8 على 2 فيها الكام؟ يلا نفضل أربعة. الأربعة، يبقى 400. خلاص كده اتفقنا. يبقى لو في صفار متكررة بنشيلها الأول. مين هنا المقسوم؟ ثمانية 75 ده المقسوم عليه وده خارج القسم. طيب بيقولك بدو اوجد الناتج، تعالي نقسم الأول على 6 وبعدين نكرر. ماشي، ماشي. اكتبي، نكتبها فين؟ أو نعملها هنا، 6، 1، 2، 5 على 6. هو عايز نكرر عشان أصلا هيطلع فيه باقي. يعني هو يبقى في باقي في الآخر؟ تمام. يلا بينا نحلها، أنا ممكن أمسح ده كله عشان نحلها. ستة، 1، 2، 5. يلا، على فكرة هتتجاب من غير خلاص ما تتجاب الكل. يلا هناخد الأول الرقم 6، يبقى نكتب فوق الكام؟ الواحد نحط تحت الستة 6. خلاص راحوا مع بعض. بعد كده ننزل مين؟ نحط واحد تبقى طب ما 12 تبقى الاثنين في انا خطوة بقى ناقصة بقى رودين احنا بننساها، ايه هي؟ لما انا نزلت الواحد فما فيش اقل منه، فانا فضلنا لازم اعمل، الأربعة لازم احط مكانه فوق ايه؟ كومة لا مش كومة، بيقولي لما ما تلاقيه ايه؟ بس لما ما الاقيش الواحد ولا الاقي اقل منه لازم احط مكانه صفر. بعد كده انزل الرقم اللي بعده اللي هو الاتنين. خلاص كده بقت 12. 6 في كام؟ ب 12. في 6 ب 12 وادي ال 12 اهي، وادي صفر صفر. مين اللي هينزل؟ الخمسة. في اقل من الخمسة في جدول 6؟ لا فهنا هيبقى في باقي اهو، يبقى ده الباقي. طب لو انا عايزه اكملها بعلامه عشريه، بحط هنا علامه واحط هنا صفر، بقت كام؟ 50 50. ما اشوف 6 في كام ب 50 او رقم قريب لل 50. في 48 6 في كام؟ 6 في 8 48 6 في 8. وبكتب هنا 8 واكتب هنا 48 واطرح 50، اشيل منها 8 يبقى يبقى 2. عايزه اكمل او محطه هنا ايه؟ صفر. 6 في كام؟ ب 20، فاهمه؟ وهكذا. بس عايز ممكن اسيبها كده واجي الرقم اهو. يا مشكله، هيبقى الباقي اتنين. الباقي اللي تحت. يلا، عايز العامل المشترك، بنعمل ايه في العامل؟ نجيبه ازاي؟ فاكرة؟ فاكرة العوامل؟ نعملها بطريقة الشجرة. ايوه، عشان بحب الشغلات. ادي ال 12 وادي الستة. الستة كام في كام؟ انت تلات في 3 كده في ال ست 12. انت ست طب لازم اوزع الستة برضو تاني، صح؟ انت تلات مين الارقام المتكررة؟ الاثنين والثلاثة الاتنين والتلاتة، يبقى اضرب 2 في 3. 2 في 3 برافو عليك. وزع مش التاجر لما يجيب رقم نص، لما يجيب مثلا الرقم 10 مثلا
جايب ماشي 5 يبقى الناتج هو 5، صح، جايب برافو عليك. 12 بنات يبقى 5 أول، وجيب 6 يبقى الناتج هيبقى 6. صح، وكان ممكن من غير ما احل ادي ال 12 وادي الست، الست اصلا من عوامل ال 12 صح؟ يبقى خلاص هي الست، زي مثلا العشرة والخمسة، الخمسة من العوامل العشر يبقى الخمسة. طب لو قال لي مثلا التلاتة والسبعة مفيش هنا ما بينهم، يبقى اختار الواحد. لو قال لي بقى ميم ميم ألف يبقى أقول تلاتة في سبعة. لو طلب مني ميم تلاتة ميم سبعة ألف واحد وعشرين. وجاية هي ميم ميم ألف، خلاص. تمام. يلا وزع تاجر 414 كيلو جرام من الفاكهة على 23 قفص بالتساوي، هو عايز وزن الأقص، هنعمل ايه هنا؟ هنقسم. نقسم كام؟ يلا نقسم مع بعض، ادي أربعة واحد، 441 يلا على 23. يلا بينا. يلا بينا، لازم نكتب الجد درس ماشي يا ستي، يلا ناخد لحظة. ماشي. خلاص يا كوكو، طب يلا وانا اساعدك فيها، سهلة والله سهلة صح، ما مطلع. عادش غير 9، كم؟ ما عادش غير 9. ماشي، خلي بالك في الامتحان يعني ممكن تكتبي لغاية 5، لقيتي مش مكمل معاكي تقومي مكملة الجدول، فاهمة؟ يعني ما تضيعيش وقت. مش هناخد فاهمة. أول حاجة 41، هتضربي 23 في كام؟ لحظة واحدة، تمام. 41، احنا معانا 23، يبقى نضرب كام في كام؟ نحط واحد. 1 هيديني 23. يلا نطرح، اطرحي صح بقى عشان انتي ساعات بتطرحي غلط، خلي بالك. 1 من 3 ينفع؟ ينفعش 3، لازم نحسب صح. 3 هنشترك من الأربعة، واحد تبقى 3، هنحسب من ده تبقى 11، 8، 11 شيل منهم 8، 8 و3 من الاتنين 1، والأربعة تنزل، الأربعة، 184. 184. موجودة في ايه عندك؟ هذا في 9، موجودة في لا 9؟ استنى، لا موجودة في الثمانية، 102 و 102 و 80. 8 182. ليه اضربي 8 كده في 23؟ طب دي لحظة، 23 في 8، اضربي 8 كده في 3. 3 في 8 بكام؟ 8، 24، 4 أربعة. ومعايا الاتنين، 2 في 8. خلاص 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 احنا ضاربين غلط.
يبقى المفروض التمانية، هيديني 184 وادي 000، يبقى الناتج كام؟ 18. يلا عايزة المضاعف المشترك الأصغر، هنعمل ايه؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ هل نضرب؟ هنضرب كام في كام؟ أربعة في سبعة. 4 في 7. 4 في 7 أربعة في سبعة 48. 8. 28 مش 48، أنا اتلخبطت. اتلخبطت جامد كمان. يلا العدد العوامل الأولية 2 و2 و3، هو مين؟ لما يديني عوامل كده بنعمل فيها ايه ثلاثة الأرقام؟ نضربهم في بعض، ماشي، برافو عليك، يلا اضرب 2 في 2. أربعة اثنين في ايه ولا أربعة في ثلاثة ب 12. ب 12، برافو. فاكرة بقى ده؟ عايزة أعبر عنها باستخدام خاصية التوزيع، فاكرة كنا بنعمل ايه؟ ولا راجع عليها؟ لا ممكن تفكرني ده كنا بنحلل ال 12 عادي ونحلل ال 8 عادي، يعني نحلل الشجرة عادية خالص. حللي كده الـ8، هي الاثنين في أربعة بثمانية. 2 في 4. طب مين تاني اللي نحلله؟ أربعة الاثنين في اثنين. 2 في 2، برافو عليك. طب الـ12 كان في كام؟ الاثناشر اثنين في ثلاثة بستة. 2 في 6، اثنين في ستة باثناشر. والستة اثنين نحللها. في ثلاثة بستة. ماشي، ونجيب عين ميم ألف كده على جنب، مين اللي متكرر معايا؟ الاثنين أدي واثنين 2، 2 مع 2 واثنين فيه، مع اثنين. واتنين مع اتنين تاني. في حاجة تانية؟ نضربهم في بعض 2 في 2 اثنين في اثنين باربعة. ب 4. بعد كده كنا بنكتب كده 8 زائد 12 بيتساوي، أبدأ الأول أكتب هنا عين ميم ألف اللي هو كام اللي أنا جبته، أربعة بعدين افتح ايه قوس واكتب الارقام الباقيه اللي باقي هنا كام؟ اثنين بالباقي انك كام؟ ثلاثة. بس يبقى 2 زائد 3. افتكرتيها كده؟ دي اسمها لما نيجي نوزع باستخدام خاصيه التوزيع. سهله ولا صعبه؟ يلا اللي بعد. يمارس محمود يذهب باسم الى النادي كل 3 ايام، يذهب محمود ممدوح كل 5 ايام، اذا ذهب الى النادي اول يوم في الشهر متى يلتقيان في المره الثانيه؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ بنضرب برافو عليك، نضرب كام في كام؟ بتفهم 15. بس برافو عليك، يبقى يوم 15. شاطر. نكمل مراجعة ولا ناخد الامتحان كده ونشوف؟ ماشي، طب أي تعالي حاجة. نراجع شوية على المعكوس الجمعي والحاجات دي. المعكوس الجمعي العدد 8، فاكرة؟ سالب 8. سالب 8. برو، مين الأكبر، سالب 25 ولا سالب 30؟ سالب 25. يبقى في السوالب بيبقى العكس. القيمة المطلقة ماشي، بتعمل ايه؟ هما ليه بيبقوا عاملين خط تحت واحدة؟ فين خط تحت؟ لا هنا دي اسمها أكبر من أو يساوي، ليه بتاخد أكبر من أو يساوي؟ أكبر من أو يساوي يعني الرقم يعني معايا يعني. يلا القيمة المطلقة لسالب 12، 12 بس. طب بيقولك إذا كان العدد A يقع على يمين B، يعني أدي B وأدي A وقع على اليمين بتاعه، يبقى مين اللي هيبقى أكبر؟ احنا واخدين كل ما بمشي يمين بيزيد العدد ولا بيقل؟ الايه اكبر، إيه؟ الـ ايه A أكبر. اكبر من بي؟ برافو عليكي. طب يلا، سالب 1 على 8 ولا 1 على 12؟ واحد على 12 انه ما واحد فيش على سوالف. 12 طبعا، عشان دي سالب ودي موجب. المعكوس الجمعي للـ9، سالب 9. سالب 9. المضاعف المشترك للـ4 والـ5 هنعمل فيهم ايه؟ ايه؟ هيبقى 20. برافو عليك. أصغر عدد صحيح موجب هو؟ واحد كلما كانت القيمة المطلقة صغيرة كان العدد قريب من الصفر ولا بعيد عنه؟ قريب.
برافو عليك، قريبة من أنا قلت الإجابة أصلا. طب القيمة المطلقة لسالب 5؟ ايه، 5. 5. طب بصي كده كده الحاجات دي عليها برضو، أنا همتحنك، يلا بينا نشوف احنا عاملين ايه. ده التوتال بقى على الكل بقى، ماشي؟ تمام. انا هسيب الاختبار الاولاني ابعتهولك ونحل احنا التاني الاول دلوقتي مع بعض. بس ممكن لها ده. يلا ماشي. تمام يا مس. بص يا جميل، لما اجي اقول لك 7.5 و7 و6 من 10، ايه الرقم اللي موجود ما بينهم؟ بنعمل ايه؟ عايزه عدد نسبي محصور بينهم، بنعمل ايه هنا؟ نجمعهم؟ نجمعهم؟ مش انا عايزه فاكرة. رقم بس. كنا بنعمل ايه هنا؟ ما بصي عشان جايبين الامتحان عشان نراجع على كله، كنت بحط هنا صفر واحط هنا صفر، بقى الرقم هنا كام؟ 50 و60. يبقى مين الرقم اللي واقع ما بينهم؟ هتختاري انهي واحد فيهم؟ 55. يبقى ما فيش هيبقى 51. لا، فيها 59. خلاص كده. مش باين لو طيب بيقول لكم كويس. مش باينه او مش عارفه ليه كده. بيقول لك ماشي، مين في المعادله دي حلها هيكون 5؟ انا ممكن اقولهم لك، يعني دي 5 زائد اكس بيساوي 11، ودي 5 اكس بيساوي 20، ودي 3 اكس بيساوي 15، ودي اكس زائد 8 بيساوي رقم 15. بي، رقم دي بي. برافو عليك. طب لو بقول لك محمود اشترى عدد من الجنيهات ان، يعني صرف فلوس ان عشان يشتري كتب ام، مين اسمها هنا أنفق، المتقل؟ ايه اسمها أنفق. اسمها؟ انفق، دفع فلوس، معلش. جوزي شراء، اشترى، انفق. ما هو انت اشترى اللي كتب، اشترى. ما هو اشترى كتب. اشترى محمود عدد من الجنيهات ماشي، انا بقول اشترى محمود عدد من الكتب فدفع انفق فلوس. ماشي ماشي يا رضا، صح. حيلي العربي، عايزة هنا المستقل. مين المستقل؟ الفلوس ولا الكتب؟ نسينا المستقل الام والسبع ام ام الام. ماشي، عايزه هنا الوسيط. يلا نرتب. رصيد مجموع بيانات 3. 3. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 20. 20. مين هنا الوسيط؟ ب 12 ولا 14؟ هي 13. يبقى 13. برافو عليك. هنا المتباينة عندي اكس اصغر من 12، مين في دول اصغر من 12؟ ال11. برافو عليك. مين هنا الثابت؟ 7 اكس زائد 3. 3. برافو، ثابت. صفر أكبر ولا القيمة المطلقة للسالب 8؟ القيمة المطلقة لسالب 8. عشان القيمة المطلقة بتلغي الإيه؟ السالب. طيب أنا بقول لك واي بتساوي إكس زائد 7، وبقول لك إكس بتساوي 0.25، عايزة واي هتبقى بكام؟ هنجمع هنجمع عادي، 7 زائد 25 من 100 يديني كام؟ 25 من 100. 7.25، 25%. طيب لما اجي اقول لك ما الطعام المفضل لتلاميذ فصلك، دي البيانات ما قالكيش هنا سؤال. بصي فرقي ما بين قال لك سؤال يبقى اقول احصائي او غير احصائي. طب لو قال لي بيانات اقول ايه وايه؟ بيانات ايه وبيانات ايه؟
وصفية أو عددية. وصفية أو عددية. طب هو هنا قال لي إجابة السؤال ما الطعام المفضل لتلاميذ فضلك؟ هنا البيانات اللي هتيجي أحصائي. هتبقى ما هنا اصبري، هو ما قاليش سؤال ايه، جابت نفرق ما إجابة السؤال. هو بيقول لي إجابة السؤال دي هتكون بيانات ايه. ما برضو الولاد كلها عندي عملوه كده، عملوه إحصاء عشان إجاباته كتيرة. هنا قال لك سؤال ولا قال لك بيانات؟ جاب في الاخر بيانات، هتبقى عددية وقصفين. وصفية. تبقى عددية يبقى بيانات ايه هنا؟ وقصفين. وصفية عشان هتبقى بالكلام، فنفهم السؤال. عايزاكي تفهمي السؤال مش تحلي على طول، مش أول ما أشوف إجابة السؤال يبقى على طول إحصائي على طول. لا، هو قال لي تمام. تعطي بيانات نقط. السؤال ده اللي انت غلطتي فيه في الامتحان اللي فات، المنوال للقيم دي كلها بإيه؟ هو 7، يبقى إيه بكام؟ سبعة. بس سهل جدا. أنا عايزة هنا قيمة إكس من المعادلة دي، إكس هتبقى بكام هنا؟ هتبقى باتنين. اكتب 2. ليه؟ ما هو جايب لنا اتنين مربعين اكس. طب تعالي نكتب المربع، نكتبها. طيب هي كام اكس عندك؟ اتنين اكس 2 اكس بتساوي كام؟ بتساوي 6 و 6. 6. انا عايزة اكس بقى، يبقى اكس بكام؟ اتنين. ازاي؟ الاتنين اكس ب6، يبقى الاكس الواحدة بكام؟ بواحد. ازاي واحد؟ بتلاتة. تلاتة. ايه ده، في ايه؟ عشان بنراجع بس، انا سايباك. 1.48 ينتمي الى مجموعة الاعداد ايه؟ اعداد ايه دي؟ فاكرة الاعداد اللي كنا بناخدها، اعداد ايه واعداد ايه واعداد ايه؟ نسبية. نسبية. برافو عليك، عشان في علامة 10، يبقى اعداد نسبية. انا بس طيب كنت بفتكر الاسم، انه هو نسبية، متأكدة تبقى نسبية يعني. ايش هنحل دلوقتي القسمة دي؟ بس نكتب ده، المقدار الذي يعبر عن اتش مطروح منها 5، اكتب ايه؟ اتش ناقص 5. برافو عليك. طب لو قال لي اطروح، لو قال لك كلمة مطروح من بدل منها، 5 ناقص اتش. طب عايز هنا الحد الادنى، فين هنا الحد الادنى؟ حد الأدنى. طب ما هو كده عايز أدنى. لازم نجيب الوسيط مش شرط، مش شرط، مش احنا أول لما بيديني قيم بجيب أدنى وأقصى؟ فالحد الأدنى إيه؟ ما هو باين عندك أهو، أدنى رقم فيه خمسة، بس. لو قال لي عايز وأقصى هيبقى 6، 16. وسيط، هنرتب ونجيب الربع ونجيب كده، فهمنا كده؟ يلا يلا نكمل. نسمع. ما سمناش. انت معلش نسيت. يعني الرقم 612 على 5، يلا نكتبه. ستمية 612 على 5. هو خلي بالك هو مش عايز القسمة. بصي، أول السؤال قال لك عايز باقي القسمة، يعني عايز مين؟ باقي. الباقي، عشان بس لما تيجي تحلي يعني القسمة دي هيبقى فيها باقي. تعالي ناخد أول رقم كده، 6، هتضربي 5 في كام عشان يديكي 6 أو أقل من 6؟ بس انا كنت ممكن اعمل 16، هتبقى ايه مش 16 دي، ده 61، 61 مش انا عارف 16. الارقام، ايه انا عارف الارقام. انت قلبه الارقام صح؟ ما دي مش 16، 61، فانا هاخد 6 بس. 6 يبقى نضرب الخمسة في كام؟ 5 و1. 5 في 1 ب5، نزل الواحد بتبقى 51. جبت لي 51 دي. نزلنا الواحد نزلنا الواحد 11. 11. 11، ضربي 5 في 11 كام؟ 11. تبقى 2 في 5 10. نمت 5 ب10،
هيبقى واحد. هنزل واحد بقى نضرب الاثنين بقت 12. 12. 2 في 5 ب 10. يبقى الباقي كام؟ 2. بس هو عايز الباقي. خلاص كده القسمة فيها مشكلة. عايزة بقى امتحان زي ده على التوتل ولا امتحان بس على الوحدة الستة والسبعة؟ عارفة يا مس، هو بص اللي انت مش عايزين، تبعتيه هحاول ان انا اركز فيه، بس يلا مش عايزين اخطاء كتير. ماشي انا هركز في المرة دي. طيب، عايزة هنا من مخطط شفت التنفيذ ده. الاخطاء اللي انا اخطأت فيها المرة اللي فاتت؟ كانت ايه قلتي ايه؟ اكتشفت ان الاخطاء اللي انا اخطأت فيها المرة اللي فاتت كانت بس اخطاء تافهة قوي جدا، 7 درجات كتير قوي. يعني انتي ناقصة 7 كتير، 7 في وسط ووسيط ومدى، يعني طرح. انتي بتطرحي 81 من مش عارفة 33، فمطلعة الرقم غلط. اللي هو حاجة سهلة، فاهمة؟ وسيط بترتبي وتجيبي اللي في النص. انتي جايبة 18 ونص، فمش عارفة انتي جايباها منين ال 18 ونص دول اصلا. والله لغاية دلوقتي مش عارفة انتي جبتيها منين اصلا. تمام كده؟ تمام. من مخطط تمثيل البيانات المقاسة، أي من مقاييس النزعة سيكون من الأفضل إن أنا أستخدمه؟ هتستخدمي مين؟ بصي، هما حاجتين الوسط وحسابي. هو حاجتين بنستخدمهم، تمام؟ مين ومين؟ يا وسيط يا وسط، انت هتختاري حاجة من الاتنين. الوسط ماشي، برافو عليك. المعادلة اللي بعدها عايزة واي، واي هنا هتبقى بكام؟ واي هنا مستقل ولا مستقل. تابع ولا معامل ولا غير ذلك؟ مستقل. مستقل. طب الكسر اللي بعده هنا بيقولك، استنى اجيب القلم، القلم لما اجي اقولك سالب 37، عايزة ده في صورة كسر، تعملهولي ايه؟ ها بفكر فيها، مش عارفة. بص، لما اجي اقول لك التلاتة عايزاها في صورة كاس، فكأنها 3 على 1. الخمسة كأنها خمسة، ده سالب 37 على الواحد. بس لسه حالين احنا العامل المشترك للستة والاتناشر، لسه عاملينها. قلت مين؟ قلنا الستة. الستة. التمثيل بالنقاط بتتميز بان هي ايه؟ تتضمن بقى ايه؟ تمثيل بالنقاط تضمن بيانات موضحة فوق خط الأعداد. طب درجة الحرارة 3 درجات تحت الصفر، ليك تحت، يبقى تختاري سالب مين؟ تحت. سالب تلات. ماشي، سالب تحت. الأساس 4 والأس 5، تختاري مين في دول؟ الأساس 4 أس 5. فين 4 أس 5؟ داي رقم دال. ايه بس يا رقم دال بس. ياسمين ياسمين الو 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 يا مس يا مس. يا مس يا مس يا مس يا مس. بابا I'm very 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 good. Hello, hello, hello.